بنية تعوف حبيبها على مود ياسمين صبري لأن كل ساعة وعيرها قال لها أنت مو حلوة وهاي الطق بالقاع. قصة كلش كارثية. بس قبل ما نبدأ قصة أتمنى تخلي لايك وتشترك بالقناة وتفعل الجرس وأحبكم هواية وترويلي هاي البنية قصة كارثية وهاي القصة كلش أثرت بيها. شلون تقول طلعت الفنانة المصرية ياسمين صبري وتقول تناولتها البيجات العراقية صاحبين النفوس الضعيفة، تقول ذولا أي شيء نشروه يكون بنيها حلوة والعراقية ما تلحقها والعراقية مو بجمالها وهذا كل ساعة وجاني وعيرني، أنت وين وهاي وين، وتقول تحملي تاني حبيبي يا ما سولفنا ويا ما ضحكنا ويا ما خليته بين عيوني بس قام يضايقني وكل ساعة وخانقني من أنا، أنت وين وهاي وين، هاي الطق بالقاع وأنت جقمة وكل ساعة وعيرني وتالي ما تالي. قلت له أنت ما دام كل ساعة وعيرتني بهاي المصرية لا يمك ولا بمحافظتك ولا بدولتك وكل ساعة وعيرتني بيها لهنا وكل شيء انتهي ونهيت علاقتي بهذا الشخص، لأن والله العظيم تقول ما شايف، شايف لبنية بالتلفزيون أو بالموبايل وكل ساعة وعيرني بيها وعفت هذا الشيء. فتقول رسالتي لأصحاب البيجات، أصحاب البيجات يا حبيبي ويا قلبي ويا عمري، أنت بنجيب لك فنانة عربية لا تمثلها ببلدك، فنانة جميلة قول هاي الفنانة جميلة، مو تنزل صورة عليها البوس باهاي جمالها الطبيعي وشوف بنات بلد شلونهن، معقولة ألقى هي جمال عراقية، معقولة أكو عراقية بجمال هاي حبيب قلبي، ما أكو العراقية ما دق بابا وقالك تعال تنوع لي، تريد لك وحدة عربية الدول العربية موجودة روح صادق، أنت عندك بيج ومتابعينك 2,000,000 و3 وجاي تنزل هيج وتسقط بالمرأة العراقية وتالي ما تالي من الشلوك قاعد يرجع عليها تمد لسانك المرأة العراقية وأنت أول إنسان يسقط بيها، أنت أول إنسان تحكي عليها، غربة بلدك هاي المفروض فنانة وجميلة قول عليها جميلة، مو تجي تقيم فنانة ملغمطة لغمط وكل شيء متوفر لها وحرية ولا متضايقة وكل عمليات تجميل تقيمها ببلدك اللي تخبز وتطبخ وتكنس واللي سارحة واللي بالطليان واللي شغل وكنس ولعبان نفس وتجي تقيمها بوحدة وكل ساعة شوف المنشور هاي وين وهاي وين، شوف الجمال العربي وين، شوف العدنة كان جبار بالشربت كان حامد بالروبة، عيب حبيب قلبي عيب هاي بتبلدك، انت هسه سقط بيها بس من يشوف انسان تشعليها تمد لسانك هاطولة، اذا انت ابن بلدها سقط بيها لعد الغريب شي يسوي. فرسالتنا لكم يا اهلنا ويا ناسنا اصحاب البيجات، ترى هواية طلعتوهم معونها، عيب تحجون على بنات بلدكم كلش عيب، وخلتونا عليك بحلق العالم حلق اللي يسوى ما يسوى. اتمنى وصلت رسالتي لكم واتمنى تشتركون بقناة صديقي بالوصف او الرابط من التعليقات، واتمنى من عندكم واحبكم هواية وثمان الله.